دعونا الآن نتحدث بمنطق العقل ونحلل الأمور بجدية وننظر في الخلل الحقيقي اللي خلانا نخرجوا من كأس إفريقيا بهذه السرعة وبهذه السهولة اللي ما تقبلوهاش المغاربة. الجميع أجمع أن الركراكي خذلنا في كأس إفريقيا وأكد لنا أنه مدرب عاطفي ولا يمتلك الحلول، وتكتيكيا ليس الأفضل كما قال المدرب الجنوب الإفريقي رماد الموش. لكن اليوم وأنا أنظر في الأرقام تفاجأت مرة أخرى أننا ضيعنا 4 فرص محققة للتسجيل، بينما جاءت جنوب إفريقيا بفرصة واحدة واستغلوها وسجلوا علينا الهدف وخلونا نبقوا تالفين في المباراة. الكعبي بالأمس ضيع فرصتين، إحداها جلبت ركلة الجزاء، صيدنا ركلة الجزاء اللي ضيعها أشرف حكيمي، وناحي ضيع ضربة جزاء متحركة من صناعة نصيري، يعني فرصة سانحة للتسجيل. نصيري في المباراة الأخيرة صنع فرصتين، منها فرصة محققة ضاعت من ناحي وسدد تسديدة واحدة في المرمى، وكان معذورا بسبب تكتيك غير مفهوم من وليد الركراكي. ولكن هذا لا يعني أننا نمتلك مهاجما كبيرا لم نستغله. نصيري ليس بذلك المهاجم الذي سيصنع لك العجائب من لا شيء، هو مهاجم اللي خصو الكرة تتجه في الراس، إذا ما جاتوش الكرة في الراس راه ما يقدرش يسجل. لكن بالله عليكم تخيلوا فقط أن النصيري السيء هذا هو أفضل من السيئين ولديه أرقام قياسية لا يمتلكها الشماخ الذي اللي كيطبلوا له في الإعلام. تاريخيا المغرب منذ أحمد فارس لم يمتلك مهاجما من طراز الرافع، والدليل هذه الإحصائيات التي سأشاركها معكم. عندنا الهدافين التاريخيين للمغرب في كأس إفريقيا، كاين أحمد فارس اللي سجل 6 أهداف في 12 مباراة، يوسف النصيري سجل 5 أهداف في 16 مباراة اللي كان فيها 13 اللي كان فيهم رسمي، أشرف حكيمي سجل 3 ديال الأهداف في 13 مباراة، هو ثالث الهدافين يعني هو كظهير أيسر. بعده يأتي يوسف حجي اللي سجل 3 الأهداف في 15 مباراة، ثم يوسف المختاري 3 أهداف في 7 ديال المباريات، ويوسف اللودي 3 أهداف في مباراة واحدة. والمفاجأة هي أن سفيان بوفل سجل 3 الأهداف في 11 مباراة، أكثر من مروان الشماخ الذي لعب 13 مباراة وسجل هدفين فقط. هذه هي قائمة الهدافين المغاربة في البطولة الإفريقية، أرقام تجسد الواقع المر للمنتخب المغربي في إفريقيا. عندنا مشكل كبير جدا في الهدافين، خص يكون عندنا هداف، خص يكون عندنا مهاجم صريح اللي كيسجل الأهداف، اللي كيسجل الأهداف من 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 فرصة بسيطة جدا، نص فرصة يسجل منها الهدف. ودعوني أؤكد لكم هذه الحالة أكثر، المغرب في هذه النسخة ثاني أكثر فريق إضاعة الفرص ثاني حال التسجيل، كان عندنا 11 فرصة بعد نيجيريا اللي كان عندها 12، وفي النسخة الماضية أضاع المغرب 10 ديال الفرص حقيقية للتسجيل كثاني يعني فريق بعد الكاميرون اللي كان عندها 13 الذي لعب أكثر من المغرب، يعني في نسختين فقط ضيعنا ما يقارب 21 هدف. واش دخلنا عليكم بالله هادشي طبيعي؟ عندنا مشكل في الهجوم، عندنا مشكل، خصنا رأس حربة يكون كيسجل الأهداف من نص فرصة يسجل لك الهدف. يعني هادشي هذا راه أكثر من أي منتخب في القارة السمراء، كل هذا ولم نتجاوز الدور الربع النهائي. في المباريات الإقصائية التي خرجنا منها في آخر 4 ديال النسخ سددنا 67 تسديدة، منها 17 على المرمى ولم نسجل سوى هدفين، سجلنا غير 2 ديال الأهداف. عندنا مشكلة في اللمسة الأخيرة، يعني لم أجد لها تفسيرا حقيقيا. المغرب في إفريقيا قد يفعل كل شيء ما عدا التسجيل، كنديروا مجهود كبير في المباريات، كنضربوا تماره في المباريات، كنشوفوا ان اللاعبين كيضربوا تماره كيديروا الماكسيموم، ولكن المشكل عندنا في التهديف، عندنا مشكل في اللمسه الاخيره باش نسجلوا نشدوا الكره ونديروها في المرمى. يعني حنايا في افريقيا بطبيعه الحال خصنا نكون عندنا واحد الفكره على انه في افريقيا من يضيع الفرص يندم كثيرا، والتفسير الوحيد الذي امتلكه هو العامل النفسي. نحن المغاربة بصفة عامة متشائمون في إفريقيا، في المونديال الأخيرة الجميع كان إيجابي وحققنا الإنجاز،
وصلنا الرابعين عالميا، ولكن في مباراة فرنسا انخفضت نسبة التفاؤل والإيجابية، والنتيجة كانت أننا في تلك المباراة سددنا 13 تسديدة أكثر من أي مباراة أخرى وما سجلناش. إذن المشكل في نظري هو مشكل نفسي أكثر ما هو فني. ففي مباراة جنوب إفريقيا كانت الأغلبية متشائمة وخائفة من تكرار سيناريو الإخفاقات وعقدة الفوز في المباراة الإقصائية. سيرتو جنوب إفريقيا كانت كتغلبنا ديما. عندنا هذا المشكل هذا كبير جدا ديال أنه نفسيا كندخلوا خايفين، والركراكي كنشوفوا أن الخطة ديالو كانت خطة محتشمة. دائما انت واش لاعب مع 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 مع, مع الارجنتين باش تبقى داير الدفاع، داخل وخايف وداير الدفاع ومدخل لاعبين اللي ما لعبوش بصفه نهائيه، مش حال هذه ما لعبوا، ما عندهمش داك كيسايروش المباريات، ما عندهمش داك التكتيك اللي كيكون داك الخيط اللي كيدوز ما بين اللاعبين، كيتفاهموا غير بالعينين، ما عندهمش. إذن الحل هو محاولة تعاقد مع أطباء نفسيين خصوصا لمثل هذه المباريات. أما بخصوص المهاجمين فنحن لا نملك أفضل الأسلحة حاليا. نصيري والكعبي راه لا ما كيتعتبروش مهاجمين رؤوس حربة وما إلى ذلك. نصيري لما تعطيش كرة في راسه ما يسجلش، وفي راسه كاين نسبة 80% يضيع. والمشكلة الأكبر هي أننا نمتلك فئة تحطمك بدل مساندتك وتشجيعك، فأبسط خطأ منك سيتنمرون عليك. وحنا لاحظنا أن من الركراكي خفق في هذه المباراة الأخيرة وخرجنا من الكأس إفريقيا، كنلاحظوا أنه تعرض للسب والشتم من مجموعة من الأشخاص واللاعبين كذلك. ما ننساوش أننا راه دوزنا معهم واحد الفترة مهمة اللي فرحونا فيها، ولعبنا في كأس العالم ووصلونا الرابعين وكنا غادي نتسطاو. ما نبقاوش نكروا الخير، واه مزيان كانوا اخطاء اللي هي فادحه، ما عرفتش انا المشكل ديال الركراكي كيفاش تدار هذوك الاخطاء، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نحاولوا اننا نوقفوا مع اللاعبين، غير حكيمي واخا ضيع داك الركله ديال الجزاء راه عطى المنتخب الشيء الكثير، كيلعب بالقلب. راه خصنا نوقفوا مع المنتخب دابا في هذه الفتره هذه، ونوقفوا مع الركراكي، والركراكي يحاول انه يبحث على راس حربه صريح يكون عنده في الكاس افريقيا اللي غيتم يعني التنظيم ديالها هنايا في المغرب. وان شاء الله بالنسبه للكاس العالم ديال 2030 نكونوا واجدين وعندنا منتخب اللي هو قوي، وان شاء الله واللي مالا اننا نفرحوا الشعب المغربي ونفرحوا حتى حنايا بالنجاح والربح، ونفرحوا يعني الدواس ديالنا، ونكونوا في الموعد. ولكم جزيل الشكر.